دولة تتميز في الاعتقالات، سواء في الاعتقالات سواء بالرأي ولا في الاحتجاجات، كتميز بين الأفراد على حسب الانتماء السياسي ديالهم وعلى حسب مواقفهم، أو لأنها في الآونة الأخيرة كاين واحد النوع اللي بغينا نقولوا ديال العشوائية، أنه اللي جات فيه الضربة ما كيهمش مين جاي. وفي الحقيقة في غياب دولة الحق والقانون اللي كتلقى فيها يعني مساطر واضحة وفيها يعني التدبير الأمني، يعني كتميز يعني بالحكمة الجيدة، وكتكون واحد المراقبة على الأجهزة اللي كتعتقل واللي كت وأيضا يكون واحد القضاء مستقل، وهذا طبعا كيكون بالإضافة إلى التعسف يعني الممنهج ديال السلطة المخزنية تجاه كل المخالفين لها، وكل ما كتعتبرهم هي كيشكلوا خطر عليها، واخا يكون غير واحد المدون بسيط كيكتب بعض الكلمات، وهذا يعني ما عندوش غير منظم وغير يعني ممكن يكون يقول كلمة اليوم يقول كلمة أخرى غدا. يعني في غياب هاد دولة الحق والقانون باش نقدروا نقيسوا شنو هي الاستراتيجية ديال الدولة، شنو هي يعني الخطوط اللي هي كتوضعها باش تكون اللي ما يخرجوش عليها الناس، يعني في مجال التعبير بحال اللي كنعرفوا يعني الخطوط الحمراء اللي كتكون، وهذا غياب هذا الشيء كيولي العشوائية طبعا سيدة. الاعتباطية في اللا تناسب ما بين الفعل ديال المواطن أو المواطنة والقمع اللي كيتعرض له أو الأحكام القضائية اللي كيتعرض لها. أنا بالنسبة لي هذا عايشينه من دايما في المغرب، وعايشينه كان واضح لمدة طويلة بأن الهدف منه كان هو إرهاب المواطنين. إذا كنت أنت عارف بأنك إلا درتي مظاهرة في الظروف الفلانية راه ها هو المصير اللي يمكن تتعرض ليه، إلا عبرتي تجاه السلطة الفلانية على واحد الموقع من هذا النوع ها شنو كيمكن يكون. لا، هذا الشيء اللي كيسمح بأنك تقرر بشكل واعي أشنو كيمكن تدير وفق تقديرك للمخاطر والمصالح ما كيرضيش المخزن. اي دونك شنو كيدير؟ كيمكن يعني كنا كنلاحظوا مثلا في اطلاق السراح ديال المعتقلين السياسيين هذه شحال، كيجي كيشد لك واحد لي الله صيفط رساله بحال زعزع، الحسن الثاني كيقول له راك داكشي اللي كتقول بانك شدنا على الصحراء كذب وراك ما غاديش يمكن لك تغير الاراء ديالنا، وكيعطيوه العفو. وناس اللي يطلبوا العفو واللي كيقيلوا يصيفطوا رسائل ديال التأييد للدولة ما تلقوهمش. ماشي إهبال ديال المخزن، لا، منهجية ديال اللي مشى حتى وضع صبعه في المواجهة ديال المخزن راه ما يعرفش شنو يمكن يواجهه. في 76 كانت اعتقالات الأطر القيادية ديال الحركة الماركسية آنذاك دوزت واحد المدة طويلة نسبيا في درب مولاي الشريف، ومشات المحاكمات والسجون وكيزوروها المحامين والعائلات، وشدوا واحد المجموعة ديال التلامذ صغار ما عندهم أي مسؤولية، ما عندهم أي يعني الله بادين في الدنيا، وداوهم غبروهم 9 سنين ونص في المراكز ديال الاعتقال السرية بما فيها أقدز وقلعة مقونة. فاش كيكون واحد كتفرض واحد الفوضى في البلاد بالتعسفات يعني المتواصله والمتواتره، ما كتبقاش تعرف يعني الواحد ما راه كيقول الناس كيقول لك ما كتعرفش مازال شنو هو اللي كيؤدي للمتابعه، شنو هو المسائل اللي مسموح بها، شنو هي يعني كيكون واحد التاويلات فضفاضه، كل شيء ممكن وحتى حاجه ما يعني ما مؤسسه ما بينها. دونك هذا هو طبيعه ديال الدوله القمعيه، الدوله البوليسيه كتكون يعني كتوصل لهذا المستوى ديال كل شيء ممكن يتعتقل، وممكن وكتبقى تقول هذا قال اكثر من هذا وما تعتقلش، هذا كل شيء طبيعي في دوله اللي ما عندهاش اللي ماشي دوله المؤسسات، اللي ماشي دوله اللي ما فيهاش فصل السلطات، اللي ما فيهاش قضاء مستقل، اللي ما فيهاش مراقبه الاجهزه الامنيه، وما فيها حتى حاجه يعني كل شيء كيدار وحتى حاجه حتى حاجه ما كيتحاسبوا عليها. دونك انا بالنسبه لي اخطر ما كاين ماشي هو لا تناسب، هو هاد العقلية ديال كاينة خطوط حمراء ولكن ما غنحددها لكش، ما غاديش نقول لك شنو هو القانون اللي انا كنطبق، الله يجعله ما يكون قانون العار
ولكن تاهو ما غنقولولكش، غنطبق داك الشيء اللي بان لي في ديك اللحظه مع هذاك الشخص في ديك النازله. تناسب، وما كاينش تناسب على الـ على الاطلاق. الامر الثاني وتكلمنا على شيء ديال الاعتقاد، ينبغي، لان هذا هو اللي مهم في التشريع، كل ما يرتبط بالتعبير السلمي عن الرأي حتى إذا وقع فيه الخطأ فهو مخالفة وليس جنحة ولا حتى جناية. والمخالفة لا يمكن على الإطلاق أن يحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية. هذا هو اللي كاين في العالم، كلام اللي تيتشددوا تيقولوا بانه في واحد ربعه ديال الامور اللي هي الا كانت دعوه العنف او الكراهيه او التمييز او العنصريه انا ذاك ممكن ندوزوها للقانون الجنائي. احنا تنشوفوا بانه عدد ديال الناس اللي تعتقلوا من اجل الراي ديالهم واحيانا شباب في مقتبل العمر عدد تيخلينا نكونوا قلقين جدا من هذا التدبير السلطوي لموضوع ديال الحقوق والحريات.